السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم هذا العود اللي كثير جميل زي ما احنا شايفين. العود طبعا من خشب الجوز والزان، تمام، والرقبة كذلك زان، وفي هنا زخرف عند سوارة العود، وكذلك في كعب العود عندنا في زخرف جميل. العود كذلك عندنا بيتميز بانه الوجه، خلينا نتكلم عن الوجه، معلش، الوجه طبعا من خشب السيدار كثير جميل، وفي عندنا النقوش الشاميه، هاي النقوش الشاميه الجميله، بالاضافه للموزاييك على الاطار والزند العود او الرقبه اللي نحكي. في عندنا كمان ميزة كتير حلوة في هذا العود انه زنده عياري من هون من الداخل، الزند عياري، مجرد ما تفوت المفك او السكرو وتلفه بتوطى الدوسة، بترخي بتعلى الدوسة زي ما بتحب انت، بتقدر تتحكم بالدوسة مثل ما بتحب، وهي بتحل مشكلة كبيرة عند العازفين انه خلاص ترتاح من مسألة انه الدوسة رح ترتفع معك في يوم الايام، وهذا بيخلي العود متين اكثر وبيزيد من عمره. يعني نسمع صوته الجميل.